السلام عليكم. دلوقتي نشوف نظرة سريعة على البروجكت ادمن. تختار هنا الاسم وبعد كده تختار بروجكت ادمن. هتلاقي هنا ده تعريف بالمشروع، الديتيلز، السايز بتاع المشروع، الايميل نوتيفيكيشن، لو في اي معلومة جاية جديدة تبقى تجيلي الساعة كام، الوحدات القياس بتاعتنا. بعد كده بلاقي الكومبانيز، الشركات اهيت، تقدر تضيف اي شركة انت عايزها. بقول له نديني نيو كومباني، الادرس بتاعها، الفون، واقول له اد تو بروجكت. الاكشن ممكن اي شركه من دول، هتقول له اديت عايز اعدل فيها، فيبدا يجيب لك الشاشه بالشكل دوت. تكتب تعدل التريد، الويب سايت، الديسكريبشن، الفون، المعلومات دي كلها تقدر تعدلها. تقدر تعمل امبورت او اكسبورت للمعلومات على هيئه ملف اكسل، تمام. تقدر تعمل داونلود للملف دوت وتعدل فيه براحتك، وبعد كده تعمل له ابلود. هقول له سيف، وبعد كده تفتح الملف دوت وتعدل فيه، يعني تاخد الخانات الاساسيه والمعلومات اللي جوه تقدر تعدل فيها براحتك، وتكتب المعلومات الحقيقيه الخاصه بالشركه بتاعتك بالشكل دوت. هتبدا تشوف اسم الشركه، التريد، الديسكريبشن، التليفون، الويب سايت، الادرس، والسيتي. المعلومات دي كلها تمسحها ديليت، وتبدأ تكتب المعلومات اللي انت عايزها. دي اساس، تكتب الاسم والباقي كل ده زي ما انت عايز. وبعد ما بتخلص هتعمل ابلود للملف دوت. بعد كده بلاقي الممبر بتوع المشروع، تقدر تضيف اي حد انت عايزه. اسم الشركة اللي هو فيها، الكونتراكت ولا انجينير، هل هو يقدر يعمل ادمن، بروجكت ادمن ودوكومنت مانجمنت وفوتو فيور. ممكن تقول لا انا مش عايز بروجكت ادمن، تقول له اد تو بروجكت، فيبدأ يضيفه للمشروع بالشكل دوت. هنا هتلاقي اللوكيشن، الزون، كل زون وتحتها الفلور، وبعد الفلور الروف، لازم بالترتيب دوت. تقدر تضيف، تقول له انا عايز اضيف لوكيشن جديد. طيب ده في انهي مكان؟ الفلور كذا، في الروم كذا، سيت لوكيشن. النيم بتاعه هسميه ايه؟ روم اكس مثلا، او غرفة الفرام. الاي دي، الباركود اللي هو العلامات الشرطة دي، لما تشيل اي منتج بتلاقي باركود، هو بحس يبقى سهل العثور عليه. وبعد كده بتقول له اد لوكيشن. بعد كده هنا الايشيو، تبدأ تشوف الشكل، المشاكل تبقى عاملة ازاي، ممكن تعمل تمبليت جديد للمشاكل. ده الشيك ليست، بحيث ان هو كل يوم بيعلم بقى على الحاجات، الحاجات في مكانها، الشغل، الماتيريال جت في مكانها، وهكذا. بيعلم زي بيعلم او لا او كده. الاكويبمنت الموجودة، كل ما تيجي اكويبمنت ببدأ اشوفها واضيفها عندي هنا في المشروع. تاسك، كل الحاجات الخاصة بالادمن ديت خاصة بشكل اليوزر العادي يتعامل معاها ازاي، بديله اشكال جاهزة بحيث يتعامل معاها. التاسكات، لما اجي ادي حد تاسك هيبقى شكل التاسك عامل ازاي، ايه الحاجات الاساسية اللي موجودة، اللوكيشن ديتيل، النيم، الاساين تو، دي المفروض تبقى ريكواير مثلا، بس عارفين ان هو مين اللي هيقوم بالمهمة ديت. البرميشن، برميشن بحيث كل شخص هيبقى موجود هيبقى ليه صلاحية معينة، فانا اقدر اقول الصلاحية مثلا بتاعت الايشيو دي مثلا هتبقى فيو للشخص الفلاني، بالنسبة للكونتراكت هتبقى فيو، بالنسبة للمعماري هتبقى مثلا فيو اند اد، بالنسبة للانجينير هيبقى فيو اند اد اند اديت. ببدأ احدد لكل واحد الصلاحيات بتاعته، يعني لما بضيف شخص واقول ان هو اونر ممكن اخليه مثلا الاونر يبقى كله فيو، بحيث ان هو ما يعدلش حاجة غصب عنه او كده، تمام. يدي هو الملحوظات والناس هي اللي تعدل.